يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في بداية الأسبوع الجديدة، وإن شاء الله اختبارات موفقة للجميع. حياكم الله، ولكل من انضم إلينا الآن القناة السعودية للمتابعة، هذه الحلقة سنقدمها أنا وزميلتي لوجين. أهلا فيك يا لوجين. أهلا وسهلا فيك إيمان. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في برنامجكم اليومي حياتنا. فقراتنا متنوعة ومتعددة كما عودناكم، وفي فقراتنا لهذا اليوم رح نشوف الهاشتاجات السعودية قد إيش بتستفز السعوديات، وبعدها عايشة الشبيلي سيدة أعمال سعودية تدير مشاريع نسائية ناجحة، ومن بعدها أيضا حنتعرف على الرياضة المكتبية مع الكابتن ريما الهديب، وآخر فقراتنا لليوم رح تكون مهمة الدولة أو مهنة الدولة بتفاصيل أكثر خلال حلقتنا لهذا اليوم. رحب أكيد بمتابعتكم ومشاركتنا معكم، فاصل ونبدأ برنامجنا. مشاهدينا حنبدأ معاكم بالهاشتاجات المستفزة للمرأة السعودية، وكل يوم بنشوف على تويتر هاشتاج مستفز هو والثاني. اليوم رح نتكلم في هذا الموضوع وعلى الهاشتاج الأخير اللي ظهر مؤخرا في تويتر، رح نتكلم عنه إن شاء الله مع الدكتورة زهرة المعبي، ونشوف قد إيش هذه الهاشتاجات، هل فيها في لها وقع على المرأة السعودية. أهلا وسهلا فيك دكتورة زهرة معانا في برنامج حياتنا. حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا بك إيمان، وحياك الله لوجين. إحنا في سابق معرفة أنا وهي. أكيد نورينا دائما الله يسلمك. الله يسلمك دكتورة. بنشوف الهاشتاجات بتنتشر في الفترة الأخيرة وتطلع ترندات في مواضيع مختلفة، بس اليومين الأخيرة كان الحمل الكبير على المرأة السعودية زي ما نقول، والهاشتاج زايد. يعني لا 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 مش ممكن، يعني من مين؟ الله أعلم. نعم، أولا يعني المرأة السعودية ملكة، وهي سيدة السيدات، فما أدراك يعني مين يتجرأ أنه مثلا يعني لا سمح الله أنه يعني يلحقها بكلمة، وما ألف هاشتاج على قولهم ما يشق لك توب، وألف وألف ألف ألف كلمة برضها في الهاشتاج ما تأثر ولا تهز شخصية وسمعة وكيان المرأة السعودية. المرأة السعودية كيان مستقل بحد ذاته، ما يعني ما حد يقدر يعني يجاريها. عشان كده يا دكتورة زهرة احنا برنامج حياتنا اطلقنا هاشتاج السعوديات قدها، ايش رايك؟ قدها والله ولا مو قدها؟ قدها وقدود. طيب هاي انا اقول لك، هاي زيدوها بالله، الله يخليكم. اذا عندكم بالله بسرعه اكتبوا السعوديه المرأة السعوديه قدها وقدود. فعلا يعني ما يعني وصلت الى مرحله تطرقت كل المجالات على مستوى العالم، طرقت كل الدنيا، درست وتعلمت وحققت أكبر حلم لها وأكبر حلم لبلدها، وصلت للعالمية، اختراعات وإنجازات إضافة إلى ذلك يعني وصلت عندنا في مجلس الشورى، وكيل وزارة، إلى يعني يوم من الأيام كما إن شاء الله نشوفها وزيرة. ما يعني ما تستبعدوا يوم من الأيام كمان يعني حتى الإعلام يعني برضو يعني كله دور، كل المرأة دور أكيد كبير. نعم. جدا، أو يعني وزارة مثلا للمرأة والطفل حيصير هذه الأشياء كلها. وزي ما قلت المرأة السعودية أثبتت نفسها، وفي الهاشتاج على الهواء السعودية قدها، فممكن تشاركوا فيه، وأكيد رح نشوف مشاركاتكم ونتابعها مع الدكتورة. دكتورة، الموضوع احنا عارفين انجازات المرأة السعودية والكل يتحدث عنها وقد ايش انه هي وصلت، لكن في المقابل بنشوف برضو آراء معاكسة وهاشتاجات او ناس بتأيد الزواج من غير سعودية مثلا. ايش اللي عمل هذا الجاب او هذا التباين بين الآراء من اولادنا في الهاشتاج انهم يفضلوا الزواج من غير سعودية؟ يعني اعتقد انها ما هي موزونة يعني كتوازن كده بالعقل كده، ما يعني ما هي مظبوطة. لكن يعني عدد او في مجموعة ممكن ايوه نقول، لكن انه يوصل الى مثلا الى على زي ما تفضلت وقلت ترند، لا ما يوصل. لا لا، وبعدين انا يعني انتوا يعني الا الان انتوا ما انتوا عارفين انه في الهاشتاجات والسوشيال ميديا في شيء اسمه الحسابات الوهميه. صحيح، ايوه. يعني في ناس يجوكي كده انا يقول تعالي احنا نوصلك للمليونيه، ما يا ابويا روحوا الله يسهل عليكم. صح. يعني فما يعني فما هو معقول. انا مو اشك، انا اكذب اي كلمه
ضد المرأة السعودية، لأنها فعلا زي ما قلت لكم المرأة السعودية من نجاحها قد يكون يعني لها ناس يعني فعلا يتمنوا الوصول إليها وما يقدروا يوصلوا لها. والشجرة المثمرة دائما تقذف بالحجارة، فإحنا الحمد لله يعني وصلنا إلى مرتبة ومركز ومنصب يعني فعلا يعني محسودين. فأولادنا أولادنا مو أشك يعني أنا أجزم إنهم يقدروا المرأة السعودية ويحبوا المرأة السعودية ويحترموها ويقول بنت بلادي. وعلى كده في دكتورة بنت بلدي. أكيد صح. على كلامك دكتورة في واحد من التعليقات أو التغريدات خلينا نقول في تويتر قال لايك، أحط لايك على الجمال السعودي. قد إيش يعني حتى الرجال فخورين بالمرأة السعودية بيحطوا لها لايك. مثل هذه التعليقات إيش رأيك فيها؟ بتكون والله ثقافتها أنا من وين بتكون؟ وأحترمه أحترمه كلنا كسيدات في المجتمع السعودي وبنات السعودية يعني نقول له يعني شكرا جزيلا لك رغم انه نحن جميلات وفعلا ما نحتاج احد يحط لنا لايك، لكن بدون لايك يا جماعة بدون لايك احنا جميلات بدون لايك يعني شوفوا ما شاء الله تبارك الله زي الوردة يعني ايش ناقصنا وليش ناقصكم يعني ما شاء الله. فالمرأة السعودية جميلة بروحها جميلة بإيمانها وإسلامها وعطائها وانتمائها لبلدها انتمائها لدولتها لحكومتها لناسها لأهلها. فتلاقي فعلا تقول لك انا بنت السعوديه صحيح. ويا ريتكم تحطوا لنا مقطع كده انا بنت السعوديه في مقطع مره حلو لوحده كده تقول بنت سعوديه بنت بلد يعني طبعا. بنت بلد تحسيها يعني حتى لما تتكلم بثقه وتتكلم وتمثل. الان البنت السعوديه بتمثل المملكه العربيه السعوديه بامانه بكل امانه يعني حتى في كل المحافل الدوليه. صحيح. طيب يا دكتوره والله تظهر بحجابها برونقها بجمالها وتيجي تستلم شهاداتها من اعلى ستيج واعلى مدرجات على مستوى العالم على مستوى دولي والله صحيح. العظيم انه شيء بس يعني اكاد ابكي اني انا يعني اتمنى اني انا يعني في يوم من الايام اصل الى التعرف الى اي واحده من هذول البنات. هم فخر حقيقه فخر نساء السعوديات اللي وصلوا وحققوا العالميه اكيد وهذا انجاز كبير. خلينا نشوف اراء متعدده حول هذا الموضوع وكيف هم يا دكتوره زهره ومشاهدينا بينظروا لهذه الانتقادات واثرها الانتقادات السلبيه على المراه السعوديه. نشوفها مع بعض. انا انه يتداول مثل هالكلام في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه المرأة كيان له احترامه وله تقديره وأثبتت نجاحاتها حتى أنه كثير من بعض النساء في مجتمعنا والله الحمد تفوق على كثير من الرجال. يعني أنا أقول المرأة السعودية أثبتت نجاحها في كل أو على مستوى الأصعدة مستوى أو على جميع الأصعدة. الآن أتيحت للمرأة السعودية المجال أو المجالات بشكل أكبر. المرأة السعودية الآن تميزت عن النساء العالم كله. المرأة السعودية الآن أصبحت شيء كبير، المرأة صارت شيء مهم في المجتمع، والمرأة السعودية الآن كل مالها الحمد لله في مجال العمل في مجالات كثيرة أصبح لها مكان. المرأة العاقلة أي سلبي أو تسمع أشياء تبعد عنها لأن خلوا الناس تتكلم وأنا أمشي برأيي وبرأي ولي العهد ورأي الجميع الصح. شفنا في هذا الاستطلاع طبعا الكثير من الآراء اللي كلها إيجابية، هذا معناه أنه المرأة السعودية قدها وقدود وكلها عز وكلها فخر، وإحنا فخورين طبعا ببعضنا كأخوات وكسعوديات بكل تخصص ندخله بكل مجال نرتفع فيه زي ما ذكرتي. عودة لك طبعا دكتورة زهرة لنكمل حديثنا، كيف ممكن نرد أو كيف المرأة ما تتأثر بمثل هذه الآراء السلبية إن وجدت يعني؟ وزي ما حضرتك ذكرت أنه ممكن أغلبها يكون حسابات وهمية وما هو الرأي الحقيقي لرأي الشارع. شفت رأي الشارع بالضبط. والله أنا مرة سعيدة وفخورة بآراء الرجال
وأراء السيدة اللي فعلا يعني هي كمان بتعطي للسيدات وبنات جنسها صح. الشيء من الأمان والاستقرار إضافة إن الرجل قال المرأة وصلت إلى العالمية صحيح. يعني أكثر من كده يعني إيش محتاجين يعني ما نحتاج صحيح. أكثر من كده وبعدين إحنا بنمثل بلدنا كمرأة مسلمة نعم. وعربية وسعودية يعني شوف الثلاثة الأدوار هذه ما هي سهلة صحيح. لما أنت بتروحي أي بلد وبتمثلي الدين الإسلامي وتمثلي العروبة وتمثلي كمان بلدك يعني شيء يعني مهمة حاجة مهمة وشاقة ترى ما هي سهلة إضافة إلى ذلك أنت لازم تكوني فعلا محط أنظار صح. عشان كده تلاقي فعلا يعني الناس اللي حواليك مبهورين فهم عارفين كيف البنت السعودية وكيف السيدة السعودية هذه ما شاء الله تبارك الله وصلت إلى هذا المستوى لا ننسى البيت وأثره التربية البيئة التعليم طبعا الناس اللي حواليك هذول كلهم بيأثروا في الفتاة السعودية البنت السعودية والسيدة السعودية إضافة إلى يعني يمكن أكثر من 40 سنة والمرأة السعودية واقفة على رجلها بتشتغل صح تعمل مرأة عاملة وشوف الجيل اللي يعني الجيل اللي هو جيلكم أنتم كثير منهم هم أبناء بنات أبناء سيدات عاملات صحيح نعم وأنا عاصرتهم وعايشتهم يعني كانت زوجة وأم وعاملة وتشتغل وتكد وتشقى وأنا دائما أقول ثلاث أرباع وعلى الغالبية العظمى جميع أبناء الزوجات العاملات ناجحين بالفعل ناجحين وواصلين ليه لأنه شايفين القدوة أمامهم هذا يمكن يلغي فكرة أنه المرأة العاملة بتكون مهملة في بيتها وأطفالها بيكونوا غير مستقرين لا أنا خبرة 33 سنة في هذا العمل في هذا المجال وعلى مدى الحياة هذه كلها وما زلت طبعا متواصل مع صديقاتي وزميلاتي يمكن إلى أول أمس أنا معاهم ثقي تماما انه كل حياتهم كل جهدهم انهم ينفعوا اولادهم وينفعوا مستقبل اولادهم وكل واحده حريصه على انها يكون ولدها او بنتها صوره مكرره لها احسن منها طبعاً. تقول يمكن حتى الحاجات اللي احنا ما قدرنا نعملها اولادنا الان بيعملوها صح بيكون في عندها مسؤوليه كبيره ثقافه صح. وثقه بالنفس وابناء المتعلمه الموظفه المتعلمه تحسهم يعرفوا حتى يخرجوا من ازمات يحلوا مشاكلهم صحيح. بنفسهم صحيح. بدون اللجوء الى امهاتهم تصدقوا او ابائهم بيحلوا مشاكلهم بنفسهم فهي الام حتى تنبهر وتتفاجأ تقول انا ما اصدق ما شاء الله تبارك الله انه بنتي اجتازت ازمتها انه كذا كذا على العكس احيانا سيدات البيوت هم اللي بيتلمسوا الحلول صحيح. ليه لانه سيده البيت قاعده في البيت وهي اللي يعني تسال شوفوا كذا قولوا لي كذا فاحنا طبعا احنا ما بنقصر انا عندي مركز استشارات ولما يتواصلوا معايا سيدات البيوت عن بناتهم عن حياتهم عن ازواجهم تلاقي فعلا يعني عندهم استعداد وعندهم قابليه لانه المجتمع اللي حواليهم كلهم بيساعدهم طبعاً. على انهم يعطوا وينجزوا اكثر وهي بتكون تقع على عاتقها يمكن دكتوره زهره مسؤوليه كبيره هذا الشيء بيخليها لا تنجز تقدم اكثر ما تتخيلوا الوعي اللي وصل للمراه السعوديه سيده البيت اللي المراه العامله في البيت تقول بالله يشوفوا لنا عمل تطوعي فعاليه اي صح. حاجه ابغى كمان انا عندي حاجات وعندي طاقه ابغى توصلها أوصلها. بالفعل ففعلا الان ما شاء الله شوفي الفعاليات يعني انت شوفي على قول اذا دقينا في الطاسه تطلع لنا ما ادري ايش يعني بمجرد ما يقولوا في فعاليه كده شوف السيدات سيدات البيوت الام واولادها وبناتها صحيح. يشتغلوا في الفعاليه صحيح اسره يعني وأنا فعلا بسميها الأسرة السعيدة فعلا دكتورة يعني في هناك تكاتف وفي طاقة وإبداع وعطاء دائما من المرأة السعودية يعني لو رجعنا للموضوع هذه الهاشتاغات اللي هي مستفزة ما أبغى أو هل تتزوج من طبيبة هل تتزوج ما أبغى أتزوج من سعودية يعني ما أدري حاجات كذا لا ما المفروض لا تطلع حاجات يا بناتي اسمحوا لي تطلع حاجات غريبة صراحة لا تطلع غريبة خليها تطلع غريبة لكن نوجه السؤال المباشر لأزواج الطبيبات نعم وأزواج العاملات وشوفوا ردودهم صحيح مرتاح ومطمن وعايش في أمان نعم. وفي استقرار وبعدين مشاركته في حياته في ميزانيته
مشاركته في همومه بتحل له ثلاث أربع مشاكله. عنده استقرار نفسي وعاطفي وأمان صحيح. داخل البيت صحيح. أسألوهم سؤال مباشر هم يجاوبوكم صحيح. في رجال أساسا يفضلوا المرأة العاملة كونها زي ما قلتي تقف بجانبه بثقة وتدعمه وتشيل عنه كثير من المسؤولية صحيح. دكتورة زهرة وأعزائي المشاهدين مكملين معاكم أكيد هذا النقاش الحماسي زي ما نقدر نقول، لكن فاصل قصير ومكملين. رجعنا لكم ونتكلم معاكم عن بعض الهاشتاغات اللي تطلق في تويتر، وهاشتاغات حقيقة مستفزة حقيقة للمرأة السعودية. ونرجع لك دكتورة زهرة، يعني الهاشتاغ الأخير اللي كان إنه ما نبغى نتزوج من سعوديات أو هل ترضى تتزوج من سعودية، مستفز طبعا هذا الهاشتاغ وتكلمنا عنه، لكن أبغى أتكلم شوية عن منظور الشاب السعودي للزواج من الفتاة السعودية، واللي تغيرت كثيرة خلنا نقول الرؤية للزواج أو الستاندر للزواج. المهم عنده صار الشاب أنه مرأة جميلة وبس، بغض النظر عن الذكاء عن التعلم لا. عن التعليم. انت تجي للشاب السعودي تقول عنه هذا الكلام، يعني نبغى احنا لا في نماذج نماذج أيوة. بيطالعوا كذا انه خلاص جميله، زي ما انا ثقتي كبيره في البنت السعوديه انا ثقتي كبيره في الشاب السعودي. طب قولي لنا ايش الشاب السعودي واعي جدا جدا وعارف انه الاشكال هذه كلها موديلات كتالوج، بيقلب كده صفحه ورا صفحه وصوره ورا صوره وكلهم يشبهوا بعض على قولكم نسخ كلهم شكل بعضهم، عمليات تجميل كلها ما هم عارفين. فلكنه هو واعي وعاقل وراشد ويعلم عين اليقين انه انه البنت السعوديه ما هي بهذا الشكل صحيح. عشان كده لما يجي يتزوج في اغلب الاحوال يجي اهله يجي امه بالذات يقول يا امي اخطبيني واحده على شوفه عينك واحده زيك، يعني شوفوا قد ايه الوعي عنده، ولانه في الاخير هو الكسبان. يبغى ايه؟ يبغى يتبع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، تخطب المرأة لمالها وجمالها الى اخره، لكن ايش قال في الرسول؟ وصى وشدد على فاظفر بذات الدين تربت يداك صحيح. وما في احسن ولا صحيح. اقوم ولا اقوى ولا احلى وحده تحمل رساله الدين قد المراه السعوديه طبعاً. فهي ذات الدين. اذا هو لما ياخذ بنت بلد السعوديه قد ظفر بذات الدين، وهو ما هو يعني ما هو خسران صحيح. بالعكس هو المكسب معاه. وانا اقول اشد على يدهم واقول للشباب السعوديين انا واثقه فيكم تمام الثقه، مش انتوا اللي تقولوا كلام عن كده، وانتوا بتعتزوا ببنت بلدكم وبالارتباط ببنت بلدكم، وبعدين بتنتقوا بنت الحسب والنسب والعيله والى اخره. فمعناته ايه؟ معناته ترى هذا يعني اذا مش الكل يعني في نماذج بس والله صوره وهميه. لا بعدين ما ننكر انه احنا لما بنشوف موضوع خطبه او ناس تقدم عيله العيله لما يجوا بيسال الشاب انه عندكم شروط عندكم، صارت الناس تقول احنا نشتري رجال. يعني وين والله انا احسنتي يا لوجين، وانا دائما يعني حتى في دائما نداء اقول للاباء، يعني انت تشوف ولد شاب مدين وصين ومؤدب ومستقيم وهذا، انت ليه ما تختار لبنتك؟ اخطب لبنتك لا تخطب لولدك. اولادنا ينشروا بالذهب، اولادنا كنوز، بدل ما يعني فعلا يعني ما نخليهم يضيع من يدنا ولا هذا، احنا اولى بيهم. بنتك وبنتك السعوديه ولد وبنت اختك وبنت بلدك السعوديه هي اللي اولى بالولد صحيح. السعودي صحيح. وربع التوب منه فيه صحيح. صح ولا لا؟ احنا اللي بعدنا صحيح. شفنا حتى ايمان يعني الا ما يعني انا بالنسبه صار لنا موقف في العائله انه اتزوج احد شبابنا يعني من واحده اجنبيه،
ففترة وصار الانفصال، عرفتي؟ هنا صارت مشكلة، انه يعني لو كانت سعودية حتى لو انفصلوا صحيح. الاولاد موجودين في نفس البلد، استقرار نفسي وامن، اما الام تصير في بلد مختلفة صح والاب في بلد مختلفة، هذه كمان اشكالية. نعم نعم نعم، وهذا اللي يعني اعتقد انه ثلاث ارباع الشباب بيفكروا فيها. انا اصله يعني لما يفكر بوحدة يبغى يرتبط مثلا بوحدة غير بنت بلده، اولا العادات غير والتقاليد نعم غير وهو الى اخره، حتى الاولاد يطلعوا كده يعني ما هم مركزين لاهل لاهل امهم ولا لاهل ابوهم صحيح. فتلاقيهم يعني فيهم شيء من عدم الامان وعدم الثقه. لكن لما تكون امه سعوديه وابوه سعودي، هو يعتز بهذا النسب الجميل العروبة الجميلة والجنسية الحلوة، اللي مين يعني أي واحد يقول تقدم لك شاب سعودي تعتبره كنز وفتح له صحيح. ففعلا عشان هم يقولوا هم بيعمروا، هم حريصين على أنه يتحملوا الزوج هذا بكل محاسنه بكل مساءه. ليه؟ لأنه بيقولوا هذا سعودي، إذا سعودي أنا أولى منه طبعًا. أنا بنت طبعًا بلد بالسعودية أولى بالسعودي، والسعودي أولى بالسعودية. نعم نعم، يعطيك العافية، شكراً لك تاج الرأس المستشار الأسري الله يسعدك زهرة المعبي، شكراً لك. يا هلا مرحبا، أنا أشكركم الشكر الجزيل، وإن شاء الله حنجوز بناتنا على أولادنا، أولادنا على بناتنا إن شاء الله. أكيد السعوديات والسعوديين قدها وقدوا. شكراً لك دكتورة. أعزائي المشاهدين مكملين حياتنا، لكن بعد هذا الفاصل. السعوديات قدها وقدود، وحقيقة كثير من المجالات اللي أبدعت فيها المرأة السعودية وضعت لها بصمة. المرأة القوية والفاعلة تبني مجتمع كامل، وهذا اللي خلى عايشة الشبيلي تفكر أنها تنشئ مركز يدرب البنات على مهن يحتاجها سوق العمل. كاميرا البرنامج تواجدت في المركز وطلعت لنا هذا التقرير، خلينا نشوف سويا. أنا من المستفادين اللي متدربوا في مع أستاذ عاشة، على يد أستاذ عاشة، فأصبحت الحمد لله على يدها بعد الله سبحانه وتعالى. الفضل لله سبحانه أني تعلمت كيف عن الخياطة والنجارة والتنجيد، فأصبحت الحمد لله أفدت نفسي ثم أفدت يعني غيري. أنا لي 10 سنة مع الأستاذة عائشة الشبيلي، فتعلمت منها أشياء كثير، تعلمت منها النجارة والخياطة، وتعلمت منها التنجيد، استفدنا حاجات كثيرة منها، فعلمتنا حاجات كثير وتعلمنا ودربنا، فصرنا إحنا حتى نعلم غيرنا يعني. أستاذة عائشة بنت محمد بن يحيى شبيلي. بمبادرة وجهد من السيدة عائشة محمد يحيى الشبيلي، ندعو السيدة عائشة لاستلام الجائزة وإلقاء كلمتها، فلتتفضل. معليش أحب أقول لكم حاجة، أنا أصلاً إنسانة أمية ما تعلمت، والفرح صراحة
نجاح وقصة كفاح عايشة الشبيلي معانا من جازان. أهلا وسهلا فيك أكيد مديرة مركز التدريب للفتيات في منطقة جازان، حياك الله. أهلين حياك الله. أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله شفنا أستاذة عايشة عبر التقرير السابق قد إيش أنه المركز فعلا ملهم ومعلم لمهن تعطي السيدات كفاءة في العطاء، ومهن ممكن تطلع فيها يعني أشياء فعلا نحتاجها في سوق العمل كمهنيات سعوديات. هو أكيد البرنامج المشروع هذا يعني مشروع متميز. طبعا النجارة شيء جديد على المرأة، نعم. هي مفروض تكون للشباب، عزف عنها الشباب، بس المرأة أثبتت وجودها. الآن المركز صار له 11 سنة أو 12 سنة، درب ما شاء الله أكثر من 500 فتاة في أكثر من 13 أو 14 محافظة. يعني البرنامج بدأ من شيء بسيط، أنا بدأت من المنزل، بداية بسيطة جدا. كنت أشتغل لبيتي صديقاتي، بعد كذا بدأت أشتغل للزبائن، فحسيت أن فيني شيء أكبر من أني أنا أشتغل لنفسي، يعني أشتغل موضوع النفسي أنا. فحاولت أني أدرب بنات البلد، فاتجهت لأحد الجمعيات اقترحت عليهم أني أدرب بناتهم، فوافقوا لي أعطوني 40 فتاة. بدأت دربت 40 فتاة وبعدين افتتحنا معرض، وبعد كده خلاص حسيت البنات اللي أنا دربتهم ما شاء الله تبارك الله أصبحوا مدربات، نعم. يعني أتقنوا العمل، ويعني بعد كده قعدنا حوالي 4 سنوات إحنا نشتغل تأهيل بس، ما في يعني دخل، نعم. موضوع كان كله دخل ودخله برنامج خيري، نعم. صدفة جت مؤسسة الملك عبد الله منطقة جازان وكان عندهم مشروع الإسكان التنموي الملك عبد الله، فقالوا هنا في عاشة شبيلي عندها بنات حرفيات ما شاء الله على النجارة على الأثاث، وقالوا خلاص احنا بنشغل بنات البلد على هذا البرنامج. فاتفقوا معانا ما شاء الله، والبنات أثثوا 6000 فلة ما شاء الله، نعم. تبارك شاء الله، جميل جدا يعني. هذا التدريب وهذا العطاء نازحين. نعم جميل. استاذة عايشة يعني انت ما كان لك نصيب انك انت تتعلمي تكملي تعليمك، وسبحان الله لكن هذا ما منعك انك انت تقدمين اكثر، تساعدين هالبنات وتنشلينهم من البطالة، وقدمتي هذه المبادرة الجميلة والرائعة. لكن شفنا في التقرير انه دربتي البنات على حكاية النجارة منشار وخشب وأثاث، ما نعرف نتعامل معها، حاجات مرة صعبة صراحة، في بتعرض للخطورة، كيف تتعاملوا مع هذه الأدوات أو بيتعاملوا معها البنات؟ لا أنا كنت حريصة جدا أني أجيب الأجهزة اللي ما هي خطيرة على البنات، فإحنا طبعا أكثر يعني قطعة خشب ما تتعدى 12 ملي، فهذا الجهاز حقها ما هو خطير طبعا على البنات، أجهزة كلها بسيطة وما شاء الله كل يعني. اولا هو صنع الاثاث، لما تكون كنبات مجالس عربي وكذا ما يكون الاجهزه حقها خطيره، ممكن تاثيث المكاتب الموبيليا يعني الاشياء هذه ممكن الاجهزه شويه تبغى دقه، نعم. لكن انا كنت حريصه جدا اني انا اجيب اجهزه ما هي خطيره وفي نفس الوقت يعني يكونوا نجارات صح ما شاء الله. فالحمد لله الان 13 سنه ما حصلت او 12 ما حصلت اي اصابه عمل لاي بنت، نعم ما شاء الله. الحلو كمان استاذه عايشه انه هذه المهن فعلا انقذت السيدات نقدر نقول من البطاله، وصار عندهم دخل، صار عندهم اسلوب حياه ومهن ايضا يمتهنوها. حضرتك شاركتي في مبادرات ايضا مختلفه، حصلتي على عده جوائز زي ما شفنا ايضا في التقرير. لو نبي نتكلم عن مبادرتك بخصوص الحد الجنوبي، ايش كان فكرتها، ايش كان تقديمك لهالمبادره من خلال الفتيات والمهن اللي تمتهنوها؟ يعني انا فكرت ايش اللي نقدر اقل حاجه نقدم لهذول الجنود البواسل حماة الوطن، يعني فكرت اني انا اسوي لهم هديه من المركز نفسه، فسوينا لهم، اتفقت مع البنات ان نسوي برنامج تطوعي، سوينا لهم اثاث قطعه صوفة كذا تفرد ومريحه للعسكري، يعني ما تاذي ما هي ثقيله عليه، واثثنا لهم الحفه شراشف خداديات سجادات، يعني كلها من صنع المركز نفسه ما شاء الله تبارك جميل. هذا اقل واجب يعني نقدمه لهم. اكيد ما شاء الله مبادره جميله ورائعه منك. يعني استاذه عايشه ما شاء الله عليكي حصلتي على عده جوائز وتكريم من داخل المملكه العربيه السعوديه وحتى من خارجها، وكمان شفنا في التقرير اللي عرض انك كرمتي من الامم المتحده وكان فيه هناك دموع الفرحه نقدر نقول. احكي لنا شوي عن التكريم هذا وحتى تكريم الامم المتحده لك.
أولاً لما رشحوني للجائزة أنا ما كنت أجيد القراءة والكتابة، يعني يكاد لا يذكر حتى اللي سطر واحد أنا ما أقدر أقرأ. فاشتغلت على نفسي لمدة 4 شهور، لأن الجائزة كان التكريم حيكون بعد الفوز بأربع شهور في الأمم المتحدة. نعم. فكنت جداً خايفة، قلت يا ربي أنا كيف أنا أقدر أمسك ورقة قدام الملأ وأقرأ في الأمم المتحدة وأنا يعني مطلوب مني أني أقرأ كلام. فالحمد لله يعني أنا ما صدقت أني قاعدة أقرأ هذاك الكلام، فكانت دموع فرح، دموع نجاح، دموع انطلاق أني أجدت القراءة، ذكر الوالدي الله يرحمه الفضل بعد الله يرجع له، هو اللي رباني على هذا الشيء، هو اللي علمنا النجارة، هو رغم أنه الوالد كان عسكري ولكن يعني ربانا والحمد لله، يعني كان الأب وكان الأم وكان الله يرحمه. الله يرحمه ويديك العافية. أكيد أستاذة عائشة كنت خير مثال للسيدة السعودية، حتى أنك وقعتي مذكرة تفاهم لتحقيق تحققين من خلالها طموح البنات. إيش الموضوع هذه الورقة أو المذكرة حقت التفاهم؟ إحنا صار لنا من بدنا المشروع إحنا نحلم بمصنع، ما في لقاء أو صحافة أو قناة اللي إحنا نقول نتمنى مصنع، فسبحان الله هيئة المدن ما قصروا حققوا لنا هذا الكلام، ووقعت اتفاقية على إنشاء مصنع في مدينة جيزان. نعم. حيضم إن شاء الله 150 فتاة بإذن الله تعالى، وهذا الحلم سبحان الله أخيرا مشروعنا طلع إلى النور، فأنا أحمد الله وأشكره على هذا الحلم اللي تحقق، وأشكر الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وإحنا بدورنا أستاذة عائشة فخورين جدا فيك كامرأة سعودية، فعلا السعوديات قدها وقدود. يعطيك ألف عافية وشكرا لك أنت وكل البنات السعوديات اللي بيعملوا معك في هذا المجال. في كلمة حابة أضيفها أخيرة؟ أشكر القناة الأولى على هذه الإضافة، أشكر تراثنا ما قصروا معايا بدعم قرض، أشكر مؤسسة الملك عبد الله، أشكر سمو الأمير محمد بن ناصر، أشكر كل من دعم وساهم لهذا المركز نجاحه، والشكر الأقوى والأكبر القناة الأولى اللي طلعت برنامجنا للعالم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، عدنا بعد هذا الفاصل. مرشدة ومثقفة رضاعة طبيعية معتمدة من منظمة الصحة العالمية اليونيسيف، ومثقفة حوامل أيضا عملت بهالمجال من أكثر من سنة ودربت كثير من الحوامل والرضع من خلال دورات تدريبية. ضيفتنا اليوم مسؤولة عن الدولة ومشرفة عن مسمى الدولة ومفهوم مهنة الدولة، نوف السعدون. أهلا وسهلا فيك أستاذة نوف، حياك الله نورتينا. أهلا وسهلا فيك. كنا قاعدين أمس نتناقش أنا ولوجين ونقول وش الدولة وش الدولة، يمكن هذه الكلمة جديدة حتى على صحيح. المشاهدين اللي بيتابعونا الآن. دولة، خلينا نتعرف معاك على الدولة، إيش هي الدولة؟ الدولة هي رفيقة ولادة مع الأم، ترافقها أثناء فترة الحمل. حلو. وبالخصوص غرفة الولادة أثناء الولادة، تدعم الأم معنويا نفسيا، تذكرها بخطة الولادة اللي تم إعدادها أثناء مقابلاتهم فترة الحمل. من وين جابوا كلمة مسمى الدولة؟ إيش معناته؟ الدولة هي كلمة أجنبية. أيوة. بالعربي معناتها رفيقة الولادة. حلو، ممتاز. كيف تشوفي إقبال الناس على هذه المهنة من الناحية التدريبية؟ كفتيات بيتدربوا إنه هم يكونوا مساعدين للسيدات الحوامل، أو كحوامل يطلبوا منكم خدمة المساعدة؟ بالنسبة لمهنة الدولة حاليا لسه احنا تونا في البدايات. حلو. فنسعى ان شاء الله انه ينتشر الموضوع اكثر ويوصل بشكل اكبر خاصة في الشرق الاوسط. هو اساسا شيء قديم وموجود متعارف عليه في دول امريكا واوروبا من قديم الزمان يعني. اما بالنسبة للامهات الحوامل الحمد لله صار في وعي، صار في ثقافة اكثر، يعني صارت الام تبغى تتثقف، تعرف كل شيء عن فترة حملها، عن الولادة، يمكن لان كثير مننا كان ياخذون تجارب يعني من اللي حولهم وبعضهم يكونون متخوفين، كل واحد يعطيك تجربة مختلفة وتصير الأم متخوفة. لكن لما يكون في مكان يعطيك المعلومات بشكل صحيح وبشكل علمي واضح يختلف، تصير الأم أساسا واثقة من نفسها أكثر لما تخوض مرحلة الحمل والولادة. جميل، حلو. طب احنا قلنا انه في ثقافة، في وعي، في من قبل السيدات بشكل عام ان هم حريصات فترة الحمل على الاطلاع حتى فترة الرضاعة. صحيح. في ثقافة اكثر من السابق، لكن الحين اي واحدة تبغى تتعامل مع الدولة او تجيب لها مرشدة في هذا المجال، منين تجيب هذه الدولة؟
تعاملاتها مع الدولة تكون شخصية، هي ما هي تبع الطاقم الطبي في المستشفى. حلو. طبعا برا هي شيء قديم فصار خلاص من ضمن المستشفى، ممكن انك يصير في زي قائمة اسماء الدولات وتتواصلين معهم، بس حاليا لسه ما في، لسه هنا ما في في المستشفى، لكن ممكن ان الام تتواصل شخصيا مع الدولة، يصير في بينهم مقابلات، اتفاقات، حصص تحضيرية. أثناء الحصص التحضيرية يعدون خطة الولادة. ممتاز. وبكذا ممكن أنها ترافقها في المستشفى. جميل. ممكن البعض يفكر أستاذة نوف أن الدولة ممكن تغني عن الطبيب أو المراجعات الشهرية للطبيب، فكيف ممكن نفسر الدولة أو ما هي مهام الدولة تحديدا؟ صحيح، هذه نقطة مهمة ودائما أنسأل هذا السؤال وحب أشرحها. الدولة هي تخصصها غير صحي ولا تغني عن الطبيب أو القابلة نهائيا. الدولة وجودها دعم للأم، معنوي، نفسي، جسدي، مساعدة، تشجيع، تساعدها في أنها تختار الخيارات الصحيحة لها، يعني شخص يساندك فقط. لكن كتدخلة يعني أشياء طبية، تدخلات طبية، هذه راجعة للطاقم الطبي. يعني أيوة، عندنا مفهوم الدولة، لكن عندنا الأم هي الدولة. صح. الأولى في حياة كل فتاة، عرفتي؟ أكيد طبعا هي اللي بتمارس هذا الدور غالبا. صحيح، لكن احنا ممكن تكون الأم موجودة والدولة، لكن الدولة مدربة بشكل محترف. صحيح. أنها هي تكون أكثر. طب دام أنه هي يعني موجودة كإنسانة حرفية، يعني أو خلنا نقول بتتعامل بشكل احترافي مع الأم الحامل والمرضعة، أنا أبغى أسألك من أي مرحلة تبدأ الأم تتعامل مع الدولة؟ وهل إذا تعاملت مع الدولة هذه حتكون يعني هل حيكون في تكلفة على هذه الأم؟ أنه والله أنا جايبة شخص بروفيشنال يعيني كمستشار، مستشار ما حيكون بلاش أكيد. أي فكيف طبعاً حيكون التعامل مع الدولة؟ أولا بالنسبة للفترة، فترة اللي ممكن تستشير أو أنها تتعامل مع الدولة، يفضل أنها تكون بداية الحمل، لأن لما تجي الأم في نهاية الحمل تكون فاتتها أشياء كثيرة في الحمل، فهي ممكن تستفيد بس بجزئية بسيطة. طبعاً. لكن لما يكون من بداية الحمل راح تساعدها على أن تفهم التغيرات اللي تصير بجسمها، التغيرات النفسية، الجسدية. حلو. فترة الحمل الأولى، الفترة الثانية، الثالثة. حلو. مناقشون موضوع التغذية، يعني مواضيع كثير، الرياضة ما ننساها، الاسترخاء أثناء فترة الحمل، كيف يعني طرق الاسترخاء، النوم على أي جنب، طبعا خطأ النوم على الظهر، أي الجنب الأريح، فراح تكون استفادتها أكثر لأنها تصير معاها من بداية الحمل. بالنسبة للتكلفة، هو أكيد أنه يعني طبيعي أنه راح يكون في مبلغ، لكن ما هو المبلغ اللي مثلا عالي جدا أنه ما تقدر عليه أي مبلغ استشاري، ما هو يعني مبلغ تقدر عليه أي امرأة عادية. أكيد أكيد هو مبلغ عادي، يعني يعتبر الكل يقدر عليه. هذه مهمة كمان تكون أنه واحدة تقدر عليه ومطمنة على يعني وضعها الصحي في الممارسات اليومية، عرفتي؟ صحيح. أنه أحيانا إحنا والأمهات يعني بيمارسوا أشياء غلط تأثر عليهم مستقبلا بدون ما يعرفوا. بالضبط. فخلينا نستفيد من وجودك أستاذة ونتعرف عن أهم النصائح أو أهم الأشياء اللي فعلا لازم تضعها الأم الحامل في عين الاعتبار. بالنسبة لي أهم شيء في موضوع الحمل والولادة هم شيئين، الرياضة والتغذية السليمة. إذا صلحت الرياضة والتغذية السليمة بإذن الله الحمل يكون صحي. جدا أحرص الأمهات على موضوع الأكل القيم بالقيمة الغذائية الصحية. حلو. يعني نبعد عن الشبسات، المشروبات الغازية، الأكلات اللي ما فيها أي فائدة أبدا. ما فيها فائدة أبدا. أيوة، بس في بعض الأمهات تتوحم عليها فترة الحمل. هذا اللي بسأله. طب إذا توحمت هو ما في مشكلة أنك أنت لو توحمتي عليها تأخذينها مرة مرتين، لكن ما يكون هو أسلوب حياتك الغذائي. نعم. فترة الحمل. خاصة البروتين، أنا دائما أحرص الأمهات عليه، لأنه البروتين بإذن الله إذا كان من ضمن النظام الغذائي للحامل بإذن الله يكون وقاية لها من تسمم الحمل. جميل. أحد الأسباب، ما هو السبب الرئيسي لكن أحد الأسباب القوية. يعني نقدر نقول أنه دائما الدولة إذا استعنا فيها حتفيدنا أكثر من حكاية كمان أنه نقرأ، أنه نتثقف، أنه نعلم أنفسنا، حنستفيد أكثر بالدولة. أكيد الدولة نوف السعدون يعطيك العافية. الله يعافيك. ونتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله في هذا المجال. الله يسعدكم وشكرا على الاستضافة، وأتمنى أن نقدر نفيد أكبر فئة من الحوامل. يديك العافية وشكرا لك. العافية.
أعزائي المشاهدين مكملين أكيد حياتنا وفقراتنا مستمرة ولآخر جزء من البرنامج، لكن هذا الفاصل القصير نحرك شوية بعد أيوه لازم. يعني اخر فقراتنا كذا ودنا شوي نتحرك من الجلسه، ولا ايش رايك؟ والله انا ظهري خلاص راح فيها اكيد. عندنا احصائيه توضح انه ما شاء الله عدد السعوديات الموظفات وصل 5.5 مليون، ما شاء الله عدد كبير، لكن اغلب هذه الوظائف جالسين على مكاتب لوقت طويل، هذا بيأثر لا شك انه بشكل كبير على صحتهم. اليوم راح نتكلم عن الرياضة المكتبية وإيش فوائدها مع الكوتش ريم لهديب. هلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي حياك. هلا والله حبيبة قلبي. هلا كوتش، طبعا الموضوع واضح. واضح نجلس على المكاتب كثير، ظهورنا تتعب، أيادينا أحيانا حتى بيصير في تنميل في الأرجل إذا كانت الساعات طويلة جدا. كيف ممكن السيدة العاملة اللي طبعا دوامها طويل مكتبي تتعامل مع هذا الموضوع؟ والله شوفي، أنا أكثر شيء أشيل همه دائما في الموظفات اللي على المكاتب حلو اللي هي عضلات الرقبة، لأنها تأثر على الأكتاف. أي. تأثر على العمود الفقري، هذه أكثر شيء دائما أنا يعني أفكر فيه لهم، كيعني مضر جدا، خاصة إنه العمود الفقري يبدأ يتقوس، يبدأ يصير زي حرف الإس. مشكلة. فلازم لهم حركات بسيطة، إطالة، حركات الرقبة للأكتاف، على أساس شوي يعني الواحد يعالج صح. هذه الأشياء. شوفينا يعني هذه إحنا ساعة وكذا أحس الجلسة شوي خلاص تكسرت. حطينا شوي نعطيكم الحين، راح أكرفكم الحين. إيش التمارين هذه؟ قولي راح أكرفكم الحين. أكرفينا طيب. أول شيء دائما اللي يعني خلينا نبدأ حبة حبة، جزء جزء. يلا. حتى أنتم إذا كان عندك لقاء أو كنتي جالسة على مكتبك أو جاي تمشي، دائما الوقفة الصحيحة كيف؟ أرفع الأكتاف. أوكي. أرجعها على وراء، أنزلها تحت. نزلها. لا أنزل أكتاف مو صدري، يعني الحين رفعت الشولدرز. أوكي. Go back. أوكي. Back على وراء. على وراء. وتنزليها. صار الصدر عندك مفتوح. حلو. الأكتاف عندك صارت ما هي محدبة. ما هي مقوسة. هذه الجلسة الصحيحة. بمخدة ولا بدون مخدة؟ بمخدة وبدون مخدة. لو كنت جالسة قدام اللابتوب هذه أسويها على طول مباشرة. على طول. إيش تفيد هذه الحركة؟ هذه تفيد عشان الأكتاف ما تصير محدبة. حلو. عشان عضلات الرقبة اللي هي ترابيزيوس تصير التحديد يعني يخليها ضعيفة. نقدر أنا ورجين عادي كل يوم. المفروض دائما كل لقاء. هذه أي جلسة؟ كل لقاء. هذه هي الجلسة الصحية. الصحيحة. حتى جلسة عند التلفزيون المفروض دائما تسويها وتعودي حتى أطفالك وزوجك كمان. إيه. تسويها خلاص هذه دائما. حتى تجي تمشي. حلو. هذه مشية العرضات، مشية عرفتي هذه الوثوق، هذه أول شيء طبعاً شدي عشان شادة لا تخافي. في حال إنه السيدة أو الست إنه ما كانت ملتزمة زي ما قلنا إنه ممكن تأثر عليها سلبياً كانحناءات في الظهر وغيره، هل الموضوع ممكن يوصل ل يعني أزمة طبية كديسك أو غيره؟ ديسك في فقرات الرقبة. أوكي. قلت لك يبدأ يتقوس الظهر. الواحدة ألاحظ كثير دائماً تحس ألم في الكتف. إيش سبب ألم الكتف؟ الرقبة. يكون فيها ديسك، يكون فيها بروز، يكون في احتكاك. فهذه أول شيء أنا دائماً أنصح فيه اللي هي الجلسة هذه الصحيحة حتى على المكاتب. هذا واحد. اثنين التنفس. إيه. وش في التنفس؟ التنفس إحنا عندنا الرئة كبيرة. تنفسنا ما نستخدم إلا ربع الرئة. فدائماً اللي في المكاتب أو أنت بعد ما تخلصي من لقاء وفي أبدأي ريحي وأبدأي من الخشم. أكتم شوي بعدين طلع من الفم. مش بيسوي هذا؟ هذا أول شيء استرخاء. الشيء الثاني يفتح لك الرئة. ليه؟ لأنك قاعد تنفسي صح. إحنا التنفس عندنا غلط، يعني الأكسجين ما يوصل كافي للمخ حلو. ليه؟ بسبب التنفس عندنا الضعيف هذا. فبعد ما خلصت جلستي أبدأ في التنفس اللي قلنا عليه. هذا يعني خلصنا خلاص. أيوة. حتى تنفس. موضوع التنفس يقول إنه ما تكتفي بس بدخول الهواء للصدر، إنه لازم البطن تنتفخ وقت التنفس صح. أيوة. ولا أنت إذا خدتي عن طريق الخشم هو الحجاب الحاجز اللي يتحرك، عرفتي؟ ما هي البطن. أوكي. طبعا في ناس يتنفسوا من الفم يدخل البطن، هذا الرئة ما استفادت.
فعشان كذا اقول لك خذي النفس العميق من الخشم عشان يدخل على الرئه على طول. حتى اللي عندهم مشاكل ما قطعك ايمان في الانف من ناحيه لحميه وغيرها دائما بيتنفسوا من فمهم، ما بيستطيعوا انه يتنفسوا من انفهم وساكتين على نفسهم انه على اساس انه بياخذوا الاكسجين الكافي. وهذا غلط تماما لانه ما يروح كميه كافيه للرئه. جميل. طب خلصنا من هذه، نبدا بعدها في عضلات الرقبه اللي اقول عليها. دائما اللي جالسين على المكتب او انتم لازم الاسترتشنج هذا حق الرقبه، يعني وانت جالسه هذا ايش يسوي؟ هذا عشان عندك هنا ترابيزيوس، هذه هي اللي ماسكه الفقرات. هذا لو ودي اسالك عنه، تصدقي هنا دائما يجيني انا من الجلسه هنا الام شد الكتف صح؟ طيب. منه من رقبتك من الجلسه الطويله. الجلسه الطويله حاولي تسوي استرتشنج، اذا استمر عندك لازم تروحي مستشفى. طب كيف الاسترتشنج؟ طيب اول شيء امسك الراس من الخلف. نمسك الراس من الخلف واروح يمين. ايوه يلا روح يمين. تمسك عندك عظمة أنت من الخلف الجمجمة أي، وأعد وأنزلها على اليمين وأعد لعشرة بعدين بهدوء، يعني ما أشد بقوة على أساس ما أضر نفسي. عديت لعشرة أرجعها مرة ثانية، أروح الجهة الثانية اليسار 10 ثواني فقط. أدي إلى 10 على عدك أنت. كم مرة أعيد نفس ال؟ ممكن تعيديها مرتين. مرتين أيوة ممكن. حلو. مرتين ما أضغط على نفسي عشان لا أمل. والرجل كوتش كيف ممكن نبدا بالمصيبه اللي هنا؟ يلا نبدا بالمصيبه. هي اللي فعلا في المكتب يمكن هي الاكثر شيء الايدين. ايوه لانه في مشاكل كثير في الايدين. مثلا عندك زي هذه الدمبلز، هذه ممكن احطها على مكتبي تحفه، يعني صايره كانها تحفه. طبعا هذا السيف بوزيشن حقها على اساس انها ما تطيح. فممكن انت جالسه في مكتبك، والله انا جالسه اشتغل على الكمبيوتر حقي، ممكن شايلتها انا وقاعده اشتغل، عرفتي؟ اذا انا والله في ايد مشغوله قاعده تشتغل، اشتغل بوحده واشتغل باليد الثانيه فقط. هذا أوكي. هذا الشكل هذه ورينا اثنين مع بعض كيف؟ اثنين طبعا انت عندك شغل فلازم واحده واحده. لازم واحده 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 على اساس تقدري كذا حتترك كل واحده الشغل وحتقعد على اساس ترضي مديرك. حنطلع بعد كذا على الهواء كل واحده معها الدامبل تبعها عشان على اساس ترضي مديرك واشتغل مع نفسي، قاعده اشتغل هنا وقاعده اشغل. قديش هذه مفيده وايش بتعمل هذه؟ هذه تشغل لك العضلات اللي هنا عندك التراي والباي. طبعا التمرين المهم، طبعا خذوا القوارير عشان هذا تسووه في البيت. هذه اذا ما عندك دمبلز ما تبي تشتري، حط قوارير مويه عندك على المكتب. نقدر نستغني عن الدمبلز. ايوه ما عندك دمبلز. احنا عندنا اللي هي الترايسبس. أيوة هذه المشكله النسائيه اللي هنا العضله صحيح النساء والرجال يعاني منها والرجال كمان مو بس احنا. فهذه دائما تجي لانها ما تشتغل وقت الكتابه وقت الشغل على الكمبيوتر، هذه نايمه ترايسبس. حلو. فانا كيف اشغلها في المكتب؟ قولي لنا قبل ما نخلص. اي لازم. فايش تسوي؟ اشيل قاروره المويه. طيب أوكي. ايدك رجعيها على ورا، شوفي الشولدر هذه هنا. ايوه امسكيها عند الراس. امسكيها عند الاذن. أوكي. دفيها شويه كذا. يب يعني تخلي يدك قريبه من ال 90 degrees. 90 درجه. يا وابدا ايش اسوي؟ شايفه الدمبلز حقتي؟ ابدا اشغل الجزء اللي تحت. هذه ثابته مع ثبات ال مع ثبات انزل. حلو كذا. ايوه ودخلي ايدك اكثر على الاذن. يس رجعيها على ورا باك. يس الحين تبداي خلاص هنا تشتغل عندك الترايسبس هذه. حلو حبيب. هذه المنطقه جدا نايمه. كوتش قبل ما نختم معاك لانه وقت البرنامج دهمنا، تمرين بسيط للرجل عشان تسترخي. أوكي. الرجول طبعا دائما ايش تسوي الوحده؟ ممكن وهي جالسه على مكتبها تجيب شيء عتبه مرتفع. او اي شيء مرتفع عشان تحط رجولها عليها. تمرين السهل للرجول، تقدر ترفع رجلها اوكي تخليها كذا لمده 10 ثواني. حلو. اخلي الرجل بوينت او افقيه. حلو. واعد لعشرة وبعدين اخليها عموديه واعد لعشرة. ارجع عيد التمرين. حلو اوكي بالاستمرار مع هذا الشغل. تحريك القدم فقط. تحريك القدم هذه ثابته. اني ستريت بيعطيك العافيه على كل الله. المعلومات اللي اعطيتنا اياها حقيقه جميل. هي مهمه المفروض اي امراه ما تغفل عنها. صحيح. مع الشغل والهيام في المكتب والاعمال المكتبيه لا تغفلي عنها ابدا. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا حبيبتي. العافيه. نورتينا بهذه الفقره. اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى ان نالت اعجابكم ونالت رضاكم. طبعا مشاركاتكم حنتابعها ونتشرف اكيد بمتابعتكم لنا. يديكم العافيه ونشوفكم بكره في حلقه جديده وانتم بخير وسلام. اكيد نشكر مصممه العبايات حرايه انثى على العبايات الجميله والرائعه. شكرا لكم. الى اللقاء. الى اللقاء.